الحقيقة اليوم شعور لا يوصف، سعيد جدا أنا وزملائي أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وطلبة الجامعة بهذه المناسبة وبهذا الحفل، وازدانا أيضا بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. والحقيقة شعور لا يوصف، فرحة الآباء والأمهات اليوم معنا شيء جميل. أسأل الله التوفيق لأبنائي الخريجين، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهم في أماكنهم أينما عملوا، وأن يجعلهم إن شاء الله لبنات بناء وعطاء لهذا الوطن. وحقيقة نزف هذه الكوكبة للوطن لإن شاء الله تعالى يشاركوا في بناء خدمة الوطن، وأيضا لتحقيق مستهدفات الرؤية 2030.